انت اللي بارك بروك الجمال هزت الارض تحت مني. اذا غيرك. اريد ان اذكر بقضيتين. القضية الاولى هي مسابقة الامام بالتأمين، وهذا خطأ. انتم تعلمون ان الامام من السنة ان يقرأ القرآن آية آية، وبصورة خاصة الفاتحة. وكما أيضا تعلمون أن آخر آية في الفاتحة ولا الضالين، انتهت الآية. لابد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة لابد من أن يأخذ نفسا جديدا ليستأنف القراءة بعد الفاتحة. الذي يقع أنكم لا تسمعون له بذلك، وهذا ظلم. وأكثر من هذا الظلم أنه مخالف لحديث الرسول عليه السلام، حيث قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول آمين، فكيف يمكنكم أن تقولوا آمين بعد أن يقول هو آمين؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستثارا أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستساغا أبدا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة. ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام في الجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول ولا الضالين فاحبسوا أنفاسكم، لا تتسرعوا بالنطق بآمين، لأنه بعد ما أخذ نفس ليقول آمين. فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين. المرحلة الأولى بمقدار ما يأخذ الإمام نفسا جديدا، المرحلة الثانية حين يقول تسمعون ابتداءه بألف آمين، حين ذاك تبدأون أنتم بدوركم آمين. ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري ومسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، المسلمون يضيعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرا عظيما جدا جدا، لو عاشه المسلم عاش عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل. لأن تمام الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نفسه ليتمكن من أن يبتدئ بآمين. فإذا سمعتموه قال بدأتم أنتم بعده بآمين. ولأمر ما كانت السنة الصحيحة أن يجهر الإمام بآمين
وليس كما يقول الحنفي وأمثالهم بأن الإمام لا يجهر بآمين. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته هذه سنة عملية ويرحمك الله. والحكمة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على مغفرة الله عز وجل بأن يقولوا بعيدا قول الإمام آمين، أن يشاركوه في هذه الكلمة فيحظون بذلك بمغفرة الله عز وجل. بل قال بعض العلماء القدامى لا يقول المقتدي آمين إلا بعد فراغ الإمام من قوله آمين، وهذا أبلغ في كبح جماح هذا الانطلاق الشائع في كل بلاد الدنيا. إن صليت في المدينة وإن صليت في مكة وإن صليت في القاهرة، كل الناس مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم أبدا، ما فيهم ناس بيمسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام بآمين. فهذه أزرعها في قلوبكم، ولا أقول في عقولكم لأن القلب هو مركز العقل ولا شك في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تبلغوا من وراءكم. المسألة الأخرى نعم الأولى التي دندنا حولها رواية أخرى، فإذا قال رب العالمين فقولوا ما تنافي هذه؟ ماذا تفهم من الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين؟ هل يقول الإمام آمين أم لا يقول؟ إذا انضم هذا إلى هذا تطلع بالنتيجة التي سمعتها، يعني تفسر حديثك بحديثي فتقول، وهذا كما قلنا بالنسبة للجمع بين الأحاديث هناك في الداخل، لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطيع أن ينضم إلى الصف، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ضم إلي حديثنا، فقل وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين، فلا مخالفة. مش مشكلة، الآن نحن قلنا وانتهينا لحكمة ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين، فنحن بحثنا الآن فيما إذا كان الإمام يجهر بآمين فلا تسبقوه، أما إذا كان هو يسر بها كما قلنا عن الحنفية فهل شققت عن قلبه؟ ربك لا يكلمك أن تعرف متى هو يقول آمين سرا. المهم إذا قال الإمام معنى هذا الكلام، إذا جهر الإمام بآمين فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يسر بها وقد لا يقولها مطلقا فما لك وله، وهذا يكون تقول وأنت في نفسك. على كل حال المسألة الأخرى أن كثيرا من المصلين بل جماهير المصلين إذا سجدوا بركوا بروك الجمل، ومن المؤسف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال أصحاب البعران هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه
ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كأن سائلا يقول: فكيف نسجد؟ يأتي الجواب: وليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه فهو يقع على أربع ويمشي على أربع، فإذا برك. وقد سجد البعير للرسول عليه السلام، لكن هذه معجزة. فنقول: إذا برك البعير لا يجوز أن يتوهم أحد، خاصة من هؤلاء العرب أهل البعران، أن يقول أول ما يبرك البعير يضع يديه. لا، يداه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يضعه البعير حينما يبرك؟ ركبتاه. أين ركبتا البعير؟ كمان هذه حزيرة، تعرفوا الحزيرة؟ كثير من الناس بيفكروا وين ركبتا البعير. ركبتا البعير في مقدمتيه، وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا ما تسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا لسان حالكم يعني. كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتها، كل ذوات الأربع: الهر، الأرنب، الغزال، الغنم، إلى آخره، ركبها في مقدمتها. فإذا قال عليه السلام: لا تبركوا كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه، ما نقول قبل يديه. لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته. فليخالف إذن المصلي البعير في طريقة السجود، فلا يتلقى الأرض بركبتيه، فتحصل الرجل التي سمعتها في هذه الليلة كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير. البعير حينما يبرك الحقيقة الأرض الصلدة تسمع لها رجة تحت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال. فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبها بالبعير، وهذا التشبه مني عنه بصورة عامة وبصورة خاصة. بصورة عامة، نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب. ثم جاء هنا بصورة خاصة فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا لاحظتم تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنمس، تعرفون النمس؟ حيوان خفيف جدا لا تحس بمشيته. هؤلاء الذين يسجدون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم لا تكاد تسمع لهم حسا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رجة كرجة البعير. فحسبكم أن تعرفوا هذه، وأيضا تعملونها وتبلغونها إلى من وراءكم. والسلام عليكم. مهمة جدا. 10 سنين جوا غير النحو الرحمن. شكرا. شكرا.